ضربت القلب. كنقول لهم ولدي مات. كنطالب غير ولدي ولدي ورجع لي وجهو كيف ما كان. انا كنسكن في العروبيه وولدي مصيفطاه في دار ناس في ازمور دير تكوين عام الاول. وهذا العام تطلق عليه واحد ضربو الوجهو واقف حدا قال لي سير حيد واقع داك بزناز اصلا كيبيع ويشري بلا الصغير والكبير تتعدى لي على ولدي ضربو الوجهو قال لك ما عطانيش حتى الفرصه فين نهضر وولدي ما معروفش ما عرفوش كيسحبوا شي واحد غيبيع بيه ولا ما نعرف تهبط ليه وجهو. ملي عيطوا لي انا ما عرفتش باش تبليت كنسكن في العروبي ما جيت حتى ربي اللي مطالع بيا وسيرتو ما هضرش معايا ولدي وما سمعش صوته. قلت لهم ولدي مات ولدي مات غير دوزوه ليا نهضر قالك ما كيقدرش يهضر امي ما كايناش باركه هنا مع خويا في الدار هما اللي معاونينا وانا اليد قصيره ما عنديش باش نكافح مع ولدي ما عنديش ولدي هو اللي كنتمناه باش يخدم كيقول لي يا ماما تي صبرتي علينا في العروبيه وصبرتي علينا طلبي من الله يعاونني والله سنعوض لك هادشي كله. انا عندي امل في الله وفي وليداتي انا صابره على قبل ولادي. ملي وقع لي هاد المكتوب ما عرفت واش تبليت انا تضربت لقلبي ودابا كنطالب حقي كنطالب حقي وكنطلب السن حموش ياخذ لي حقي. انا مشيت ديكلاريت عند جوندارم هو روشيرشي وبزناز وبلا الكبير والصغير الدناري خرج عليهم مستقبلهم ضاع. دابا انا كنطالب حقي انا جميع الناس كيبقاو فيا الوليدات كاملين كيتضرر ولدي غيتضرر حتى واحد اخر. هادشي اللي كنطالب كنطالب حقي حقي يبان وولدي مازال مستقبل قدامه وتضرب هاد الضربه بحال هكا. قال لي يا ماما انا الا بقيت بحال هكا غندير في راسي شي حاجه. وقالت غير عند امي امي ما تصابتش هنا تصابت مسافره امي عندها العصا في القلب كنت سافرت كراني وليت في جوج ما بقاش غير في واحد. انا ما كنطالب حتى حاجه كنطالب غير ولدي ولدي ورجع لي وجهو كيف ما كان وكنضل كنصار سيدنا الله ينصره والله يحفظه وكنطلب السي الحموش ياخذ لي حقي ما نضيعش انا في ولدي. ولدي مازال مستقبل قدامه ومازال باقي صغير وما فيه حتى شي حاجه. الناس بكات عليه اقسم بالله الناس بكات عليه باغا يوقفوا معايا ويعاونوني. ولدي تقد لي وجهو السي الحموشي وقعتني حقي انا باغا غير حقي. هو مازال باقي كيدور مازال باقي كيدور روشيرشي بزناز خرج على الدراري كيدمر ولدي غيدمر واحد اخر. كنت صابت انا امي هنا كوني وليت شي جوج وخرجيت على امي واش انا ولدي ما قالك انا ما ولدي ما معروش. الناس بكات علي جيت لقيت الناس كتندب في عناكة على ولدي. هادشي راه بزاف هادشي راه بزاف بزاف يدمروا الوليدات بحال هكا مسكين. ناوي ماما يقرا ويشد الدبلوم ديالو دوز هاد العام وباقي لي غير هاد العام ما بقى ليه والو ودمر لي حياته دمرها. هادشي راه ما يتقبلوش العقل وتا شي ام كتبغي ولدها بحال هكا. وانا ما كنطلبش غير ندافع على ولدي الوليدات كاملين كيبقاو فيا سول علي غير الناس. ملي عيطوا لي راه بحال تطرشت وسيرتو ما سمعتش صوته كنقول لهم ولدي مات ما تقولوش ليا. كنقول خويا غير دوز ليا غير ولدي سمعني صوته باش غير جيت انا في خاطري. قال لي يا ولدك ما طاري لي حتى حاجه. تعيطات لي صاحبتي قالت لي ماني كاين ما نخبي عليك ولدك مضروب وضربه خايبه الا قدرتي تجي تجي وشوف فين ساكنه انا في العروبيه بعيده هو جي جيبني يلا معايا وشوفوا الحاله اللي عايشه فيها وشوفوا فين ساكنه وشوفوا الوضعيه. ورغم ذلك صابره وحامد الله وشاكره كنقول انا نصبر على وليداتي. وليداتي نقيين وزوينين ما كيجيبوا لي مشاكل ما كيجيبوا لي حتى حاجه. ملي خرج من المدرسه قلت لي اجي ولدي ما تضيعش راسك
الدار الحمد لله كاينه، خوتي كاينين، امي اللي مسكينه ها هي الله يطول عمرها كاينه، با مسكين ضاع الله يرحمه، يلاه ضاع علينا بهذه 8 شهور. كيقول يا ولدك راه كيما كبرتك سيتا ولدك الف مرحبا بيه، ومغامرين معايا شويه من عندهم وشويه من عندي، وبغيت انا ولادي يكونوا يديروا مستقبلهم ويخدموا. كيقول يا ماما صبري صبري يا ماما، انا غنعوض لك كل شيء، وانا نطيح على ولادي في العافيه. ما كاين حتى شي ام اللي تقدر تصبر بحال هكا، راه ولدي زعما انا اللي تضربت، راه انا اللي تضربت في قلبي، انا كنطالب من الناس باش يعاونوني ندير لولدي عمليه، واش عباد الله ضرب لي ولدي، ضرب لي ولدي، ولدي مضروب الوجه وهو مازال باقي كيدور. كنطلب من السي الحموش يتداخل في هذه القضيه، انا بغيت ولدي يدير لي عمليه ويوقفوا معايا الناس، هادشي اللي كنطلب. انا وليدي الدري راه باق عدي، وراه مع عمرو ضرب ليا مع شي حد، ولا تخاصم مع شي حد، ولا عمرشني شي واحد دق عليا ولا قال لي راه سفيان كيدير ولا سفيان كيعمل، دار مسكين مقيص ودار حرام ديو دي اللي كيحسن بهم ويضل يحسن الدراري بحال هكا ديال الدرب كلهم خاويه لي الدار تحت، الدار تحت نهوت انا درك نوريك الدار تحت بارك فيها تما يهود يحسن الدراري، واحد يدور معاه بمية واحد يدور معاه بالفرانك باش يدور، ونجري عليه يمشي للتكوين يضل في التكوين النهار كامل، ما يجي حتى العشيه من تكوين الحانوت، عمر عيب الله ما فيه، وها سولوا عليه خرجوا سولوا عليه في الدرب هنا في راس الدرب، قول لهم هذاك الدري واش فيه شي عيب، راه ما كاينش اللي كاين عاد فيه بيسمعوا خايب، راه ملي الضرب راه لحقوا ليه كلهم ديال الدرب حتى للسبيطار، وحنا حشومه دار لي ولد الجيران ودار لي هاد الحاله بحال هكايا، حشومه وعيب حشومه، راه كي هاد الدري كي واحد اخر كيضرب هاد الدري غيضرب تا الدري اخر، ما خليهاش فيه. وهكاك وما ذلك قال لك صيفط وحده قال لهم تقلب عليه سفيان فينا وسفيان فينا هكايا، حشومه حشومه وعيب حشومه وعيب، حنا ما بغيناش منها هادشي، والديه عاد راوش باه دروش ومو دروشه وخوه دروش، وهاد الدري ما تصرف لينا ما عرفناش منين جا تصرف لينا، حنا باه امو رابقة انا من جيت امو باه الله اللي عالم، باه مسكين يدير دياليز حالتو، وحشومة هاد الدري اللي داير هاد الحالة بحال هكايا، الله يهديه نطلبو ليه الهدية الله يهديه، وبغيناهم من يعاونها هاد الدري على وجهو ما يبقاش بحال هكا وجهو خاسر، هادشي اللي كنطالبو حنايا، ما باغين حتى شي حاجة ما باغينا، اللي باغين حنا هو هاد الدري، حنا البارك اللي بقى لينا، وحفظ لي الله عينو هادشي اللي بغيناه.